السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا يعني حصريا، اولى تربصات تركيا يعني اجرت تشكيله شبيبه القبائل اول حصه تدريبيه صبيحه يوم السبت 14 جونفي 2023 خاوتنا في تركيا يعني تربص تركيا. اللاعب مشرو كما راكم تشوفوا كان حاضر، ربما لم يشفى كليا من الإصابة. بدلة رياضية جديدة لنادي شبيبة القبائل، في حين يعني لم يظهر أي تصريح والله أي تصريح من الشركة الأم، يعني الشركة الأم تاع شبيبة القبائل ما صرحتش بالبدلة الجديدة هذه. نتمنوا إن شاء الله ربي يجيب الخير، ونتمنوا التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنوا إن شاء الله تكون العودة بقوة وبقوة وبقوة ان شاء الله يا ربي. ربي يوفقهم، ولايك على الفيديو، خليونا الاراء تاعكم في التعليقات. ما رايكم في تربص تركيا؟ هل هو مجرد يعني تبذير للاموال فقط؟ يعني كانوا قادرين يديروا تربص لهنا في الجزائر او تربص ربما في تونس الشقيقه، راح يكون ارخص في السير يعني، وما يكونش فيه كما احنا نقولوا اموال كثيره. احنا ماذا بينا ان شاء الله تمدونا الاراء تاعكم، الناس اللي تفهم كره القدم، خليونا التعليقات ونستفادوا ان شاء الله كامل منها. لايك على الفيديو، ابوني في القناه اذا ما راكش مابوني، وشارك وفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.